اذكر يا إنسان أنك من التراب وإلى التراب تعود، بهذه الكلمات الذي يقولها الكاهن أثناء وضع الرماد على الجبين، ليذكر الله الإنسان بجبلته. وأيضا هي دعوة للاشتراك في حمل الصليب المقدس. ففي كنيسة السلام في المعهد الإكليريكي أقيم قداس إلهي لطلاب المعهد والراهبات والموظفين، حيث ترأس القداس الأب برنارد بوجي رئيس المعهد، وبمعاونة الأب عامر جبران والأب نديم جقمان. بدأ القداس بمباركة الرماد ووضعه على الجبين، فهو يرمز إلى التواضع والتوبة والعودة إلى الله وتجديد العهد فيه. تخلل القداس قراءات وطلبات وكلمة للأب بوجي الذي شرح من خلالها عن بداية رحلة الاستعداد الروحي في الزمن الأربعيني. هذا زمن كثير مهم بالنسبة لنا، هو زمن يعني يتماهى مع جزء من حياة يسوع، مش مباشرة قبل آلامه هو. هذا الزمن الأربعيني، الأربعين يوم اللي هو قضاهم في الصحراء كانوا في بداية حياته العلنية، ومعناته هاي الأربعين يوم كانت عم بتساعده أنه يتهيأ لعيش الحياة على الأرض، وهذا كثير مهم بالنسبة لنا. هو ما كان يتهيأ لأنه يموت، كان يتهيأ لأنه يعيش، وهي فكرة كثير مهمة. اليوم أكيد هو يدعونا، ونحن أيضا ندعو الله في دورنا. الله مصدر كل المغفرة ومصدر كل المراحم، فبالتالي بدونه ما في رحمة. الإنسان اللي بيدعو الله، الله بيرحمه. الله هو اللي مراده أن يرحم، وبالتالي اليوم زمن هذا الأربعيني زمن كثير مهم. نتمنى لجميع المشاهدين يكون زمن مبارك. فهذا الزمن هو وقت للتأمل في قيم الصبر والتواضع والتضحية وبناء علاقة متينة مع الله والآخرين. هو زمن الصلاة والصوم والصدقة. أعتقد أنه الصوم مرات بأخذ شق مادي، عن شو أصوم وعن شو ما أصوم، وأكيد هذا الجانب من ناحية التقليد الكنسي كثير مهم أنه نصوم أولا، ويكون في عنا انقطاع المفهومين اللي مرتبطات ببعض. صوم يعني وجبة واحدة رئيسية أثناء النهار، خاصة في الكنائس الشرقية بيركزوا على أنه يكون بعد الظهر، وأنه يكون تكون محتوى أو فحوى هذه الوجبة اللي بنأكلها تكون نباتية، ما يكون من اللحم ومشتقاته. أكيد أنه هذا التقليد الكنسي القديم هو لا يزال حي هنا في بلادنا في أرضنا المقدسة في الشرق عامة. مؤمنين بيصوموا بهاي الطريقة، دلالة على أنه عم بيحافظوا على الطريقة التقليدية للصوم في الكنيسة المسيحية هنا في الشرق الأوسط. فالسيد المسيح قال لتلاميذه: من أراد أن يتبعني فليزهد في نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. فتوبوا وآمنوا بالإنجيل. لازم يكون في كمان شقين كتير مهمين. أولا أنه يكون صومنا من أجل الفقير، من أجل المحتاج، وأيضا أنه يكون هذا الصوم دلالة على إشي داخلي وليس فقط صوم خارجي. يعني مش بس أنه بنحول لحليب نباتي لأنه بدنا نشرب قهوة مع حليب أو كذا ما شابه. الموضوع هو أنه الواحد يكون عنده رغبة بشيء ويمنع حاله عن هذا الشيء اللي عنده رغبة فيها حبا لله. معناته أنه الله بيضل المقام الأول في حياتنا، وهذا هو الممارسة من الصوم ومن أجل هذا الهدف. فبالتالي نطلب من المؤمنين أنه مناشدهم أنه يكون الصوم بهاي الطريقة. كمان بالنهاية في كمان كثير أشياء نيات لازم نصوم عنها. الصوم ليس فقط عن خطايانا الشخصية وتوبتنا عن خطايانا الشخصية، ولكن كمان زي أهل نينوى توبوا توبة جماعية لأنه كان في خطأ في وسط المجتمع اللي كانوا عايشين فيه. احنا كذلك الأمر هون في بلادنا ممزقين من الحروب والنزاعات، العالم كله
يصفق ويشجع ويروج لهذه الحروب ونحن شعبنا يتألم هنا. كثير مهم أنه نحن نصوم في تضامن مع هذا الشعب المتألم، هو صايم غصب عنه، نحن صايمين برضانا. خلي يكون هذه الفترة نحن نصوم عنهم معهم من أجلهم، ونصوم لنهاية الحرب. يسوع المسيح هو الوحيد اللي ممكن يمنحنا السلام، كم لا كما يعطيه العالم، أعطيه أنا يقول. وبالتالي نطلب منه أنه يمنح بلادنا السلام اللي نحن كثير مشتاقين وإله. وانتهى القداس بالبركة التي تعطي القوة في السير نحو خطى المسيح. لنرسات مارلين الحدوى من كنيسة السلام في المعهد الإكليريكي. آمين. بركة الله القادر على كل شيء تحل عليكم، نعمة الله الآب والابن والروح القدس. آمين.